طب يا جماعة، رجعنا لكم بطريقة المايونيز، ومعايا هنا المساعد يوسف. أهلا أخويا الصغير. دلوقتي هتكون مكونات المايونيز معلقة خل بس، يعني عامة قبل البيضة هنحط، قبل معلقة الخل معلش سوري، هنحط بيضة أهي، بيضة في الخلاط. ايوه يا جماعه، وانا المساعد بتاعها سعيد كل حاجه. بقى بعد البيضه معلقه خل. يا مساعد افتح ده. لا هنحط بس معلقه خل. خلاص كده تحط 50 معلقه وتكمل. بعدها بلاستيك ليه يا عم؟ هوب بس كده. شاطر 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 شاطر. هنحط معلقة صغنونة سكر سخننة. هتفتح لك ساعدني يا مساعد. أول ما احتاج مساعدتك هناديك. شكرا يا مساعد. معلقة صغنونة سكر. خير يا عم. ملح ماشي. حب احط لك حب الصاج. لا 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 لا، انا بس اعرف احط النص ان شاء الله ما ازودش. كفايه كفايه كفايه، ادي دول ربع ودول نص بس. وريهم وريهم للجماعه للناس. بس دي ربع يا عم، عادي يعني. عادي ما لحقتش نخلص. ما البطاطس اصلا هيكون فيها ملح بس كده. وهنضربه في الخلاط. انت الشيف لما تكبر. هنشغل عليه الخلاط واحنا بنحط الزيت. يا هذا احط لك انا. هو بس يتضرب شوية، بعد كده هنسقسه بزيت عشان يبقى حلو. الغطا وقع يا جماعه. حاضر شكرا. يلا دلوقتي يا جماعه احنا بنشغل يا عم في الغطا. ما الواد بابا بيحط الزيت. امسكوا عشان ما اقع. دلوقتي يا جماعة احنا هنرجع لكم. لكم لا يلا يلا. قالك احنا اللي يبايح عندنا يا جماعة، اللي حوالك عندنا ايه. طب يا جماعة احنا هنوقف، بس هنوقف الفيديو على بس ما يتخلص، عشان هو الصراحة تعبنا عمال يجطل عليا. بس اول ما يخلص اول ما يخلص ونحط له الزيت هنرجع لكم تاني. طب يا جماعه احنا نسينا حاجه واحنا بس نحط الليمون، ان احنا نوصل عصير الليمون. عارفه نسيناها ازاي دي؟ ده اسهل حاجه اعملها. دلوقتي يا جماعه هنشغله يا جدعان دقيقه بس، دقيقه يكون هو اتعمل. دقيقه يلا يا حاج. بس كده نفلف اهو. ايه ده؟ انا طب يا جماعه احنا شغالين فيها وبكده يكون خلص. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. جاي سلام، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. وده يا جماعه شكل المايونيز بعد ما خلص اهو. يا رب يا جماعه طريقه المايونيز تعجبكم. يا رب يا جماعة طريقة المايونيز تعجبكم، متنسوش تعملوا الفيديو ده 50,000 لايك. وبهنا يا جماعة هنكون هنا الحلقة. هو ده يكون شكله بعد ما خلص. ايه رأيكم فيه؟ قربه لهم. اما اكلت ادى حبة للمايونيز دوقه لهم. خدوا حبة دوق. الصراحة حلو يا جماعة. تمام يا جماعة كده وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك. وصلوا الفيديو ده 50,000 لايك.
وتنسوش تشتركوا في القناة. يلا سلام، نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام سلام.